آخر موضة بحلقة خاصة عن جورج حبيقة. جورج حبيقة كتير ماتيكولو كتير دقيق، وشفنا الكوليكسيون الأخير يلي كان مستوحى من قصر فرساي. أكيد فتنا وغصنا كتير بالأزياء اللي كانت بهذا العصر. تتذكر أول زبونة اشتغلت ولبست من جورج حبيقة؟ مدام أمل كبة. اليوم لبست جينز صار له تأثير كتير كبير بعالم الأزياء. لنشوف جورج حبيقة شو اخترنا. لا أنا أحلى. آخر موضة الأحد 5 المساء على الجديد